السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح ناخذ الأورغانيك فارماسيوتيكال كيمستري. هذه هي المواضيع اللي راح ناخذها بهذه الملزمة. أول موضوع راح نشرحه بهذه الملزمة هو الدراج ديستريبيوشن، وثاني موضوع هو الأسيد بيز بروبرتيز، وهذا ثالث موضوع راح نشرحه. يعني بهذه الملزمة راح نشرح عندنا كم موضوع، 20 موضوع راح نشرحها بهذه الملزمة. يعني هذه مواضيع اللي راح نشرحها بهذه الملزمة، عندنا كم موضوع، 20 موضوع راح نشرحها بهذه الملزمة. أول موضوع راح ناخذه اللي هو من هو الدروب ديستريبيوشن، هذا أول موضوع راح ناخذه بهذه الملزمة اللي هو الدروب ديستريبيوشن اللي هو توزيع الدواء. الدروب is a chemical molecule. الدواء هو عبارة عن شنو؟ الدواء هو عبارة عن جزيئة تكون كيميائية، كيميكال موليكيول عبارة عن جزيئة كيميائية. فهذه الجزيئة راح لا يعني هذه الجزيئة بعد ما تدخل للجسم، يعني هذا الدواء بعد ما يدخل للجسم راح يتبع العديد من الخطوات راح تصير لهذا الدواء. يعني بعد ما الشخص يتناول هذا الدواء ياخذ سواء عن طريق الفم أو عن طريق مثلا الحقن اللي هي عن طريق الوريد أو عضلي، فأكو سلسلة من الخطوات راح تصير لهذا الدواء بعد ما يدخل إلى داخل الجسم. فهذا الدواء يقول بعد ما يدخل إلى داخل الجسم فهو إيش راح يمر؟ راح يمر من خلال العديد من الحواجز، ولازم شنو هذا الدواء؟ لازم يبقى يعني وما يتحلل، لازم يبقى بشكل حي، إنه هذا الدواء وما يتحلل إلى أن يصل إلى الريسبتر مالته، أو شنو يعني إلى أن يصل إلى السايت أوف أتاتشمنت، يعني إلى أن يصل الموقع اللي يريد يرتبط به، يعني إلى الريسبتر أو إلى موقع الخزن على مود أخزنه. فهذا الدواء لازم يقاوم إنه شنو، لازم ما يتحلل ويقاوم، وإنه ما يصل للميتابوليزم ما يتأيض، إلى أن يصل شنو، لازم بالبداية يصل إلى الريسبتر مالته ويشتغل، أو يصل إلى مواقع اللي أريد أخزن بها هذا الدواء. فالدواء راح يقاوم العديد من الإنزيمات على مود شنو، على مود يصل الى الريسبتر او الى الموقع اللي يريد يشتغل به. فهذا الدواء شنو لازم، شنو من اصنعه، لازم من اصنعه لازم يتجنب السيجنيفيكانت ميتابوليك ديستريبيوشن، لازم يتجنب التدمير الايضي. يعني هذا الدواء انا من اصنعه لازم اصنعه بتركيبه انه ما يصير للميتابوليزم، انه ما يتأيض إلا بالبداية. أول شيء لازم يروح يرتبط بالريسبتر ويشتغل، بعدين يصل للميتابوليزم ويتأيض ويخرج من الجسم. فبالبداية يعني أنا من أصنع جزيئة دواء الهدف إنه ما أخليها تتكسر وتتحطم هذه جزيئة الدواء ويصير لها ميتابوليزم قبل ما تشتغل. لازم أول خطوة شنو، إنه هذا الدواء من راح يدخل للجسم، الهدف مال هذا الدواء وين يروح، يروح يرتبط بالريسبتر مالته. يعني إحنا مثلا المصنعين إنه يقدر يشتغل الفت شغلة معينة، فيروح يرتبط بهذا الريسبتر ويشتغل هذا التأثير. فبالبداية يعني إنه الهدف من هذا الدواء إنه يروح يرتبط بالريسبتر مالته ويشتغل، بعدين من يخلص الشغل مالته يصير للميتابوليزم ويتحلل هذا الدواء ويطلع من الجسم. فيقول إنه هذا الدواء لازم يصل للميتابوليزم قبل ما يوصل لموقع العمل مالته ويشتغل. لازم بالبداية شنو هذا الدواء، يعني أول خطوة بهذا الدواء بعد ما ياخذ الشخص لازم وين يروح هذا الدواء، يتوجه للريسبتر مالته الموجود بالخلايا ويرتبط بهذه الريسبترات ويشتغل، وبعد ما يشتغل وراها يصير له ميتابوليزم، يعني يتأيض ويخرج من الجسم. فهذا الدواء أنا عندي الدواء ممكن أنطيه بشكل أورال يعني عن طريق الفم، أو أنطيه بشكل عضلي intramuscular أو subcutaneous injection يعني أما عضلي أو بالحقن، أو الدواء ممكن أنطيه بشكل intravenous injection عن طريق الوريد. فهذني الطرق اللي ممكن أنطي بها الدواء. هنا أنا عندي الدواء من أنطيه بشكل أورال، شنو هي خطوات الدواء من أنطيه بشكل أورال؟ من أنطي بشكل أورال هذا الدواء وين راح يروح؟ راح يروح للغاسترونتستينال تراكت، للقناة المعدية الأمعائية. هذا الدواء إذا أنطيته بشكل أورال، ورا ما يروح للمعدة، وراها شنو؟ للقناة المعدية الأمعائية. وراها وين يروح؟ يعبر للسيستميك كيركوليشن، للدورة الدموية. يعني بالبداية هذا الدواء أول شيء وين راح؟ راح يعني الدواء من أنطيته بشكل أورال أول شيء يروح للغاسترونتستينال تراكت، وراح يروح للسيستميك كيركوليشن للدوره الدمويه.
انا الهدف هذا الدواء من ان اعطيته اعطيته بشكل اورال او اعطيته بشكل عضلي او عن طريق الحقن او عن طريق الوريد، انه انا اريد اوصل للدوره الدمويه على مود من خلال الدوره الدمويه يروح ينتقل ويروح يصل الى الريسبتور اللي يريد يشتغل عليه. فاني هدف انه هذا الدواء من يعني اعطيته سواء بشكل اورال قلنا او عن طريق العضله وعن طريق الوريد، انه لا بعدين انه يروح بالسيستميك كالكوليشن للدوره الدمويه على مود هذه الدوره الدمويه راح تاخذ هذا الدواء وتوديه الى الريسبتور مالته على مود يجي يرتبط بهذا الريسبتور ويبدي تاثير هذا الدواء. فيقول الخطوات من انطيه بشكل اورال، اذا هذا الدواء انطيته بشكل اورال بالبدايه ما يروح راسا للسيستميك كالكوليشن للدوره الدمويه لا، وانما بالاول شيء يروح للقناه المعديه الامعائيه وراها هذا الدواء المن يروح يرتبط بالسيروم البومين ويروح للسيستميك كالكوليشن. بينما اذا انطيته بشكل عضلي او عن طريق يعني او سبكيوتاني تحت الجلد، فهذا الدواء كخطوات عمل قبل ما يصل للسيستميك كالكوليشن وين يروح؟ اول شيء يروح للتشو ديبوت، يروح للتشو ديبوت هذا النسيج يعني الدهني يروح بهذا الدواء وراها يعبر ويروح المن للسيستميك كالكوليشن للدورة الدموية ويروح الى الموقع اللي يريد يشتغل بهذا الدواء. بينما لا اذا انطيت هذا الدواء بشكل يعني عن طريق الوريد فهذا لا مباشرة وين يروح؟ يروح للسيستميك كالكوليشن للدورة الدموية، لان انا دا انطي مباشرة بالوريد فمباشرة وين يروح؟ للدورة الدموية. هذا الفرق بين طرق اعطاء الدواء، يعني اذا انطيته بشكل اورال راح يختلف ويعني انطيته بشكل انتراميوسكولر او سبكيوتانيوس او انترافينيوس، لكن بالنهاية كلهم وين يرحل؟ للسيستميك كالكوليشن للدورة الدموية. وهذا الدواء راح يفتر بالدورة الدموية ويروح الى يعني هذه الدورة الدموية راح تاخذ الدواء وين توصله للموقع اللي يريد يشتغل به هذا الدواء. فمن انطيه بشكل اورال اول شيء يروح للجاسو انتستينال تراكت دور بعدين يروح للدورة الدموية، بينما اذا انطيته بشكل انتراميوسكولر او سبكيوتانيوس اول شيء يروح للتشو بالدبوت وراح يروح للسيستميك كالكوليشن. بينما لا اذا انطيته انترافينيوس عن طريق الوريد هذا راسا يروح للسيستميك كالكوليشن. هذه هي نوضح انه شلون الدروج ديستريبيوشن توزيع الدواء، شلون يتم توزيع الدواء، يعني الدواء يعني شنو هي الخطوات اللي يصير للدواء بعد ما انطيه بشكل سواء انطيته بشكل اورال قلنا او عضلي او وريدي، شنو اللي دا يصير للدواء، يعني هذا اللي يسموه الدروج ديستريبيوشن توزيع الدواء، يعني ايش دا يصير للدواء من يدخل للجسم. فهنا قلنا بعد ما وصل الدواء للسيستميك كيركوليشن للدوره الدمويه يعني هذا الدوره الدمويه راح تاخذ الدواء لموقع العمل مالته راح يرتبط بالريسبتور ويبدي هذا الدواء الايفكت مالته التاثير مالته. ورا ما الدواء اشتغل وبدا التاثير مالته الايفكت مالته وراها اني اريد اتخلص من هذا الدواء خمو يبقى يشتغل دائما، فهذا الدواء لازم اتخلص منه بعد مرور عدد من الساعات. فهذا الدواء وين راح اتخلص من عنده؟ يصير للميتابوليزم. وين يصير للميتابوليزم؟ بالليفر بالكبد. الكبد يعتبر هو موقع ايضا الادويه، يعني هذا الدواء بعد ما يخلص مفعوله وين يروح؟ يروح للليفر للكبد. هذا الكبد شو راح يصير يسوي هذا الدواء؟ يسوي له ميتابوليزم، يأيض هذا الدواء على مود شنو؟ ليش يأيض هذا الدواء؟ على مود اتخلص من التاثير مال هذا الدواء، لان انا بعد ما اريد يشتغل اريد احوله الى ان اكتيف دراج الى دواء غير نشط. فهنا بعملية الميتابوليزم راح احول هذا الدواء الى دواء ان اكتيف غير نشط على مود يخرج من الجسم عن طريق الادرار او عن طريق الفيسز. فهنا يقول يعني بعدين الدواء من صار للميتابوليزم بالليفر وراها راح يخرج من الجسم يا اما عن طريق الفيسز او عن طريق شنو او عن طريق اليورين مثل عن طريق الكدني وعن طريق اليورين ويخرج وهكذا. هسه راح ناخذ البسترة. اذا يعني اول شيء راح ناخذ توزيع الدواء بعد الاورال ادمنستريشن، هذا اول شيء راح ناخذه. وراها راح ناخذ اذا انطيته بشكل يعني عضلي او سبكيوتانيوس او انترافينيوس يسموها البارينتال يعني بالحقن، شلون راح يتم توزيع الدواء اذا انطيته عن طريق الحقن سواء حقن عضلي او حقن تحت الجلد او حقن وريد. وهسه هذا اول موضوع راح ناخذه الديستريبيوشن افتر اورال ادمنستريشن، توزيع الدواء بعد ما انطيه بشكل اورال. هذا اول موضوع راح اخذه. وثاني موضوع راح اخذه هو شنو؟ البارينتال ادمنستريشن. هنا ذني انه يعني اذا هنا شلون راح يتم توزيع الدواء اذا انطيته اولا بشكل اورال، وهذه ثانيا اذا انطيته بشكل بارينتال عن طريق الحقن سواء حقن عضلي وريدي تحت الجلد
ايش من كلهن. بس راح ناخذ اول موضوع اللي هي ديستريبيوشن افتر اورال ادمنستريشن، شلون راح يتم توزيع الدواء داخل الجسم بعد ما انطيته عن طريق الفم. هذا الدواء بعد ما انطيه عن طريق الفم ايش راح يصير له؟ يعني هذا الدواء لما انطيه بشكل اورال عن طريق الفم هذا الدواء ايش راح يصير له؟ راح لازم هذا الدواء راح يتحول الى سوليوشن، الى محلول على مود يعبر من خلال الجاسترو انتستينال ميوكوزا اللي هي طبقه الميوكوزا الموجوده اللي موجودة وين؟ بالقناة المعدية الأمعائية. فأول خطوة بهذا الدواء بعد ما أخذه بشكل أورال لازم يتحول بشكل سوليوشن. مثلا أنا من انطيته بشكل حبوب وبشكل يعني كبسولات أو تابلت حبوب، فهذا الدواء لازم شنو يعني يتحطم يعني ينطحن يعني بالمعدة، لازم ينطحن ويتحول إلى شنو؟ يتحول إلى سوليوشن على مود شنو؟ على مود يعبر من خلال الجاسترو انتستينال ميوكوزا. واذا انطيته اني اصلا بشكل سوليوشن فممكن حتى الدواء وين انطيته بشكل سوليوشن ممكن ما يبقى بشكل سوليوشن بدا، يعني من يدخل المعده ممكن ما راح يبقى بشكل سوليوشن، لانه راح يدخل الى المعده تكون البيئه مالتها حامضيه، وراها راح يروح للقناه الامعاء اللي تكون البيئه مالتها قاعديه. فممكن الدواء حتى لو انطيته بشكل سوليوشن ممكن ما راح يبقى سوليوشن. فأنا الهدف انه لازم احول الدواء الى سوليوشن، سواء انطيته بشكل حبوب او انطيته بشكل سوليوشن لازم ابقى الدواء يكون بشكل سوليوشن. ليش؟ على مود يعبر من خلال الجاسترو انتستينال ميوكوزا. يعني الدواء اول ما انطيه عن طريق الفم سواء كان بشكل حبوب او بشكل محلول لازم اول خطوه انه الدواء لازم يكون عندي بشكل سوليوشن، على مود شنو؟ على مود يعبر من خلال الطبقه المخاطيه للقناه المعديه الامعائيه، على مود يعبر من خلال هذه الطبقه. فيقول اكو ادويه يعني حتى وان انطيتها بشكل سوليوشن ممكن ما تبقى هي بشكل سوليوشن، لانه ممكن يعني بسبب انه البيئه الحامضيه للمعده والبيئه القاعديه للامعاء ممكن انه شنو ما تبقي انه هذا السوليوشن انه يبقى بشكل سوليوشن. فاني لازم همين هنا بهالحاله انه لازم ابقي بشكل سوليوشن، يعني سواء كان عندي حبوب او عندي محاليل لازم اني الهدف انه من تدخل عن طريق الفم اول ما تدخل عن طريق الفم للمعده لازم اني احولها الى شنو؟ تكون بشكل سوليوشن. بعد ما عبرت من خلال يعني احولها بشكل سوليوشن على مود شنو؟ تعبر تعبر من خلال الطبقة المخاطية للجاسترو انتستينال تراك. The ability of the drug to dissolve، قدرة هذا الدواء انه يذوب، قدرة هذا الدواء انه يصير له dissolve يذوب راح يكون محكوم بواسطة عدة عوامل. يعني انا قلنا الهدف اول شيء اول خطوة بهذا الدواء اسوي له dissolve، يعني احلل هذا الدواء قلنا احوله بشكل solution. فقدرة هذا الدواء انه يصير له dissolve يذوب ويتحلل علما تعتمد، يعني قلنا كل دواء يختلف عن الآخر، فيعني الديسولفينج مع كل دواء يختلف عن الآخر، فإنه هذا متأثر بعدة عوامل. أول عامل اللي هو الكيميكال ستراكتشر، التركيب الكيميائي لكل دواء راح يخلي إنه كل دواء الديسولف يختلف عن الآخر، هاي أولا. ثانيا الاختلاف بالبارتيكل سايز، يعني الاختلاف بحجم الجسيمات مال هذا الدواء، يعني مثل اكو مثلا بشكل حبوب اكو بشكل كبسولات، فكل وحدة لها بارتيكل سايز خاص بها ولها بارتيكل سيرفيس اريا مساحه سطحيه ايضا خاصه بها. فالاختلاف بهذه المساحه السطحيه واختلاف بحجم الجسيمات خلى انه يعني كل دواء قدرته على انه يصير له ديسولف يذوب تختلف عن الدواء الاخر. وايضا الناتشرال اوف الكريستال فورم، طبيعه هذا الشكل المتبلور. فهذين الثلاث عوامل هذين ثلاثتهن راح يعني هذين الثلاث عوامل هي اللي راح تخلي انه كل دواء له قدره على انه يصير له ديسولف يذوب راح يختلف عن الدواء الاخر، من خلال انه هذين الثلاث عوامل هي راح تاثر لي على الديسوليوشن على تحلل هذا الدواء. يعني عمليه الديسولف اللي هو الذوبانيه مال هذا الدواء او الديسوليوشن تحلل هذا الدواء بالمعده راح يكون متاثر بثلاث عوامل، هنا هذين الثلاث عوامل بحيث انه راح تاثر بحيث تخلي انه كل دواء الى عمليه الديسولفينج ذوبانيه تختلف عن الدواء الاخر. هذين الثلاث عوامل. العامل الرابع اللي هو منو عندي التايب اوف التابلت كوتينج، ايضا شنو طبيعه يعني نوع هذا الغلاف مال الحبايه، يعني كل حبايه قلنا انه تكون محاطه بغلاف يختلف عن الحبايه الاخرى، فهذا ايضا ياثر لي على الديسولفينج مال هذا الدراج.
وايضا طبيعه التابلت ماتريكس، طبيعه هذه الماده البينيه الموجوده بداخل الحبايه. فهذا كله شنو ياثر لي؟ ياثر لي هذا كله على عمليه الديسولفينج. فهنا عندي صار عندي كم نقطه عمليه يعني قدرة هذا الدواء انه يوصل للديسولف، راح يكون محكوم بواسطه عده عوامل. كم عامل عندي؟ 5 عوامل. اولا الكيميكال ستراكشر، ثالثا ثانيا الاختلاف بالبارتيكل سايز والبارتيكل سيرفيس اريا، وثالثا طبيعه الكريستال فورم، طبيعه لهذا الشكل المتبلور، ورابعا اللي هو شنو نوع الغلاف مال الحبايه او هذا الطلاء مال الحبايه، انه كل حبايه لها طلاء خاص بها يختلف عن الاخر، وخامسا نوع التابلت ماتريكس الماده البينيه لهذه الحبايه. فهذين الخمسه عوامل كل راح ياثرن بحيث انه يخلن انه قدره هذه يعني قدره هذه قدره هذا الدواء على انه يصير له ديسولفينج يذوب يختلف عن الدواء الاخر. فبعد ما هذا الدواء صار له ديسولفينج وذاب، وراها شنو قلنا؟ يعني بالمعده لازم الدواء شو يصير له؟ يصير له ديسولفينج ويذوب على مود يصير بشكل سوليوشن، يصير بشكل يعني محلول على مود يعبر من خلال الجاسترو انتستينال والميوكوزا. By varying the dosage form and the physical characteristic of the drugs، يعني انه الاختلاف بالخصائص الفيزيائيه وشكل الجرعه، هذا ممكن ايش راح يخلي؟ راح يخلي انه اكو عندي ادويه ممكن الذوبانيه مالتها تكون سريعه، وعندي ادويه شو تكون الديسولف الذوبانيه مالتها بطيئه. فممكن اسوي كيميكال موديفيكيشن، فدي تعديل كيميائي على هذه الادويه على مود اسهل من وصولها الى الريسبتور مالتها وتبدي الايفكت التاثير مالتها. اي مركب راح يمر من خلال الجاسترو انتستينال تراكت، يعني اي مركب راح يدخل القناه المعديه الامعائيه راح يواجه عدد واسع من الانزيمات الهاضمه والانزيمات البكتيريه. فبالتالي ممكن هذه الانزيمات الهاضمه والانزيمات البكتيريه ممكن شنو؟ ممكن تحلل لي هذا الدواء، يعني تحلل لي جزيئه الدواء. فاني من اريد اصنع ادويه جديده لازم اخلي ببالي شنو؟ اي دواء جديد من اريد اصنعه لازم اصنعه بشكل يعني التركيبه تكون مقاومه للانزيمات الهاضمه بحيث انه ما يتحلل بواسطه الانزيمات الهاضمه. فمن اريد اصنع دواء، اذا شفت هذا الدواء اللي صنعته انه الاورال بايو افيلابيلتي مالته قليله، او شفت انه هو هذا الدواء ممكن انه يتحلل بواسطه هذه الانزيمات الهاضمه، فبهالحاله ما اقدر انطيه بشكل اورال، فاصنعه بالترناتيف روت، اصنعه بطرق اخرى. فممكن اصنعه بشكل انه انطيه بشكل عن طريق الحقن، او انطيه بشكل بوكل اللي هو بشكل موضعي بالخد، او انطيه بشكل ترانس ديرمال يعني تحت الجلد. فانه هذا الدواء مرات اكو ادويه، يعني انه من انا صنع ادويه جديده، مرات هذه الادويه الجديده انه وجودها جدا مهم، يعني انه مثلا فعاليتها اعلى من فعاليه الادويه الموجوده بالسوق، او اصلا يعني هذا الدواء ما موجود بالاسواق فاني احتاجه، يعني هذا الدواء وجوده بالاسواق مهم جدا. فممكن يعني وشفت انه مثلا اورال باي افيلابيلتي مالته قليله، او مثلا انه ما اقدر انطي بشكل اورال، فممكن بهالحاله انه اقدر اصنع هذا الدواء لكن شنو ما انطي بشكل اورال، وانما انطي شنو انطي بطرق اخرى، يا اما مثلا بالحقن، انطي تحت الجلد. عندنا من الامثله على ادويه عندي الاورسالازين، هذا الدواء الأورسالازين يعتبر من الأدوية اللي تعطى عن طريق الفم. هذا الأورسالازين هو يستخدم بعلاج شنو؟ بعلاج التهاب القولون التقرحي. هذا الدواء عبارة عن شنو؟ عبارة عن دايمر من المالسالازين، هذا هو الميسالاماين، هذا هو الميسالاماين، هذا الستراكشر مالته. هذا الميسالاماين هو عبارة عن الأكتيف فورم، هو هذا الشكل النشط، لا هذا الشكل النشط الميسالاماين. شوفوا انه هذا الميسالاماين شنو؟ من ناحية الـ يعني من أنطيه بشكل أورال يكون غير فعال. ليش؟ لأن هو راح يتأيض، من أنطيه بشكل أورال راح يتأيض وراح يتحول إلى شكل غير نشط قبل ما يوصل للقولون. وأنا أريد هذا الدواء لمن يوصل؟ أريد هذا الدواء يوصل للقولون، لأن هو راح أستخدم علاج التهاب القولون التقرحي. فأريد هذا الدواء لمن يوصل للقولون، فصنعته شنو بشكل برودرك اللي هو شنو الأورسالازين، صنعته بهذا البرودراج الأورسالازين اللي هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن 2 من الميسالاماين
ادمجتهم مع بعض، هذا الميسلاماين وهذا، وهذا ايضا ميسلاماين، فعبارة عن دايمر من الميسلاماين، اثنين من الميسلاماين ادمجتهم مع بعض وكونت هذا البرودراك اللي هو اسمه الاوسالازين. هذا البرودراك عبارة عن شنو؟ عبارة عن ان اكتف فورم، غير نشط، هذا هو البرودراك. عبارة عن برودراك عبارة عن شنو؟ عبارة عن يكون ان اكتف فورم، غير نشط. لكن من راح يدخل للجسم شنو؟ من راح يدخل للجسم راح بواسطة الانتستينال بكتيريا، بواسطة البكتيريا الموجودة بالامعاء راح يتحلل، وش ينطيني؟ ينطيني اثنين من الميسلاماين. فيعني معناها انه راح يوصل للامعاء ويتحلل هناك بالامعاء، بالتالي راح يوصل، من راح يتحلل ينطيني الميسلاماين، هذا الميسلاماين راح يوصل لمن؟ راح يوصل للقولون، يعني ما راح يصير لاي تحلل، بحيث راح يوصل الميسلاماين للقولون ويستخدم علاج الالسريتيف كولايتس، التهاب القولون التقرحي. يعني هذا الميسلاماين صنعته بشكل برودراك اللي هو شنو؟ عبارة عن اثنين من الميسلاماين ادمجتهم مع بعض وكونت لي الاولسالازين. هذا البرودراك شنو الهدف انه صنعته؟ لان قلنا الميسلاماين شنو راح شنو هذا الميسلاماين؟ انه يتأيض من وشنو راح يتحول الى شكل غير نشط قبل ما يوصل للقولون. فهنا ماكو فائدة يعني اذا انطيته، ليش؟ لانه هو ما راح يوصل للقولون، راح يتحول الى شكل غير نشط وراح يتحلل قبل ما يوصل للقولون، فماكو فائده من اعطاء هذا العلاج. لان انا الهدف من اريد استخدمه بعلاج التهاب القولون التقرحي، لازم الهدف انه هذا الدواء اوصله للقولون، فشفت انه هذا الدواء ما راح يوصل للقولون، فشنو صنعته بشكل برودراك على مود اوصله للقولون، من راح يوصل هناك للامعاء راح يتحلل وينطيني الميسلامان هذا الاكتيف فورم الشكل النشط، ويجي يشتغل على التهاب القولون التقرحي. عندي مثال اخر على الادويه اللي هو الكلورامفينيكول. هذا الكلورامفينيكول هذا الدواء ذوبانيته عاليه بالماء، فبما انه ذوبانيته عاليه بالماء، فمن الشخص ياخذه عن طريق الفم وياخذ فوقه مي، انه شفت انه هذا الدواء راح ذوبانيته عاليه بالماء، فبالتالي راح يذوب بالماء فينطي طعم مر على اللسان، يعني انه طعم مر غير مرغوب به، راح يعطي طعم مر على اللسان، فبالتالي انا ما اريد هذا الطعم المر، فعلى مود اخفي هذا الطعم المر صنعته، ضفت له بالميتيك اسيد وصنعته بشكل برودراك اللي هو الكلورامفينيكول بالميتيت. يعني هذا الكلورامفينيكول بالميتيت هذا البرودراك صنعته، شنو الهدف من تصنيع هذا البرودراك؟ على مود شنو؟ اقلل من ذوبانيه الكلورامفينيكول بالماء، لانه قلنا هذا الكلورامفينيكول بما انه ذوبانيته بالماء عاليه، فذوبانيته العاليه بالماء راح تخليه انه هذا الدواء من اخذه واخذ فوقه مي راح يذوب بالماء، فبالتالي راح ينطيني طعم مر، فالشخص من ياخذ هذا العلاج راح يحس بمراره قويه، فأنا أدخل في هذا الطعم المر، فضفت له بالميتيك أسيد وصنعته بشكل برودراك اللي هو الكلورامفينيكول بالميتيت، على مود أخفي هذا الطعم المر مال هذا الدواء من خلال إنه ضفت له بالميتيك أسيد وقلل ذوبانيته بالماء. فهذا الستركشر مال الدواء، هذا هو الكلورامفينيكول. هنا الآر عبارة عن شنو؟ عبارة عن إتش، فضفت له حولته إلى برودراك من خلال إنه ضفت له بالميتيك أسيد، فتحول إلى كلورامفينيكول بالميتيت اللي هو الآر عبارة عن شنو؟ هنا ضفت البالميتيك أسيد COCH2-14CH3. هذا هو البرودراك، شنو الهدف من تصنيعه؟ على مود أخفي يعني أقل إنه صنعته بشكل كلورامفينيكول بالميتيت، فهنا بهالحالة قللت ذوبانيته بالماء، بالتالي قللت من الطعم المر، أخفيت الطعم المر مال هذا الكلورامفينيكول. عندي الأوسالازين والكلورامفينيكول، هذني اثنين بالميتيت، هذني اثنين عبارة عن شنو؟ عبارة عن برودروك. فالبرودروك هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن مركبات غير نشطة، لكن هي يعني بطبيعتها غير نشطة، لكن ما راح تدخل للجسم، راح يصير لها ميتابوليزم، راح تتأيض، وشنو تتحول؟ تتحول إلى الشكل النشط. فهذا الأوسالازين والكلورامفينيكول بالميتيت من الأمثلة على البرودروكات. فهذا البرودراك من راح يدخل للجسم راح يتحول الى الاكتيف فورم، فالاولسالازين من راح يدخل للجسم راح يتحول الى الشكل النشط اللي هو الميسلاماين، والكلورامفينيكول بالميتيت راح من راح يدخل للجسم راح يصير له ينشق وينطي جزئين يعني اللي هو الكلورامفينيكول بالميتيك اسيد، فالشكل النشط هو الكلورامفينيكول. عندنا مثال اخر على الادويه اللي هو الانالبرول. هذا الانالبرول اللي هو ايضا عباره عن برودراك اللي هو عباره عن ايثيل استر للانالبريك اسيد، هذا هو الانالبرول. الار هنا عبارة عن شنو؟ عبارة عن C2H5، بينما الانالبريك اسيد الار عبارة عن H. فهذه هنا الار الانالبريك اسيد هذا هو الاكتيف فورم، هو هذا الشكل النشط اللي هو يعتبر هذا الدواء المن يستخدم، اللي هو يعتبر كمثبط للانجيوتنسين كونفرتينج انزيم اللي هو يشتغل كاي سي انهبيتر، هذا الانالبريك اسيد. لكن شوفوا انه هذا الانالبريك اسيد يعني بدل الاش ضافوا له C2H5،
فانه هذا يتكون عندي شنو، يتكون عندي هذا الانالبرول اللي هو البرودروك، الاستر برودروك. شافوا انه هذا الاستر برودروك راح تكون يعني امتصاصه، يكون يعني امتصاصه شنو يكون، يكون اعلى اميه من الـ من الانالبرولك اسيد، فعلى مود انا ازود من امتصاصيته صنعته بشكل برودروك. فانه هذه الادويه اللي معدل انه تستخدم بشكل موضعي بالقناه المعديه الامعائيه، فهذا الدواء من انطيه بشكل اورال. شنو هي خطوات الدواء من انطيه بشكل اورال؟ من انطيه بشكل اورال، اول خطوه انه هذا الدواء راح يصير له ديسولفينج، يذوب، يعني سواء اعطيته بشكل حبوب او سولوشن لازم اول خطوه انه الدواء شو يصير له، يصير له ديسولفينج، يذوب. وانا ما داب الدواء، الخطوه الثانيه راح اول خطوه قلنا يذوب الدواء على مود شنو، على مود يمر من خلال الحاجز المخاطي للقناة المعدية الأمعائية. يعني أول شيء الدواء لازم يصير له ديسولف على مود يمر من خلال الجاسترونتستينال ميوكوزال بارير، ورا ما يعبر هذا الحاجز وين يروح؟ يروح للفينيوس كالكوليشن، يروح للسيستميك كالكوليشن، يروح للدورة الدموية. ولا ما يروح للدورة الدموية، فهذه الدورة الدموية راح تاخذ الدواء لما توصله، توصله إلى الريسبتر مالته ويبدي الإفكت مالته. فهذا الدواء يعني الاورال ديستريبيوشن، توزيع الدواء بالفم، فرحله هذا الدواء من ان اخذه بشكل اورال راح يمر بعديد من المراحل. فهنا هذا الدواء من اخذه بشكل اورال شلون راح توزيع الدواء؟ راح يمر بالبيئه المائيه للقناه المعديه الامعائيه، وايضا راح يمر بمن، راح يمر بال يعني بالخلايا المخاطيه، بالغشاء الخلايا المخاطيه اللي يكون غشاء دهني ثنائي الطبقه، وايضا راح يمر بالجزء الداخلي المائي للميوكوزال سيلز. وايضا شنو راح يمر؟ راح يمر بالغشاء الثنائي الطبقه الدهني للجانب الوريدي للجاسترونتستينال تراكت، وايضا راح يمر بالمياه المائيه للدوره الدمويه. فهذه هي رحله الدواء اللي يعطى عن طريق الفم. فالدواء من انطيه بشكل اورال شلون راح يتم توزيعه؟ اول خطوه قلنا يصير له ديسولف، يذوب، ورا ما ذاب الدواء شنو لازم يعني يصير له ديسولف على مود يعبر من خلال الجاسترونتستينال ميوكوزا، وراح يروح للدوره الدمويه، والدوره الدمويه راح توصل هذا الدواء للريسبتر مالته على مود يبدي يشتغل. وقلنا اكو ادويه من اصنعها بشكل اورال، صنعتها بشكل برودروك على مود اخفف السايد افكت بها اني ما اريده، مثل مثلا الطعم المر، مثل الكلورامفينيكول طعم المر مثلا، عدد يعني اقل دوائين تبي الماء على مود اخفف هذا الطعم المر، صنعتها بشكل كلورامفينيكول بالميتيت، او ممكن ادويه اصنعها يعني بشكل برودروك على مود شنو، على مود اتخلص من لانه ممكن شنو تتعرض للتحلل بواسطه الانزيمات الهاضمه، فعلى مود اتخلص من تحللها بواسطه الانزيمات الهاضمه صنعتها بشكل برودروك. فهسه خلصنا انه الادويه اللي تاخذ بشكل اورال وشون تم توزيع هذا الدواء لهذه الادويه اللي انطتها بشكل اورال. وراها راح اخذ الادويه اللي تعطى عن طريق الحقن.